الإمام صلوات الله عليه رأى جارية قاعدة في الطريق تبكي، فوقف وقال: لماذا تبكين يا أمة الله؟ قالت: إن أهلي أعطوني درهما لأن أشتري به تمرا. أخذت التمر، عملته إلى البيت، لم يرضوا به، أرجعته إلى هذا الرجل تمار بياع التمر فلم يرضى. أنا ما أعلم ماذا أفعل. فجاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى ذلك التمار وقال له: يا عبد الله، إن هذه أمة لا تملك من أمرها شيئا وقد أبى عليها أهلها، رده. فخرج الرجل، يبدو شاب كان، مغرور، وأخذ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه ولكزه. لكز في كتب اللغة يعني ضربه بجمع كفه. إذا واحد يسوي ويانا هذا العمل شنو جوابنا؟ فلم يقل الإمام شيئا. مر الناس وقالوا له: أتعلم من هذا؟ هذا أمير المؤمنين، هذا هو الحاكم. فرب الرجل واصفر. ربى في اللغة يعني أخذ يتنفس تنفسا عاليا في حالة الخوف، واصفر وجهه. ثم أخذ يعتذر من الإمام صلوات الله عليه وقال: ارضى عني يا أمير المؤمنين. فقال: ما أرضاني عنك إن أنت أرضيت الناس عن نفسك. حقيقة هذه الصفة، صفة الحلم، لو أخذناها من أمير المؤمنين صلوات الله عليه لسعدنا في هذه الدنيا، حققنا الحياة الطيبة في هذه الدنيا، وننال عفو الله سبحانه وتعالى في الآخرة إن شاء الله.